الانسولين اللي بيعملوا على الطاقه الشمسيه ده. هنكمل مع بعض المحاضره، مهمه قوي، ودي يعتبر من اهم المحاضرات اللي عندنا خلال الكورس بتاعنا، واللي محتاج حضرتك تبقى فايق وتصحصح لانها بتتعلق بتفاصيل مهمه وبنلخص فيها كل اللي احنا خدناه قبل كده. احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم على الستيت سبيس ريبريزنتيشن، وده كان نهايه الموديلنج بتاع السيستم وازاي نحول الترانسفير فانكشن الستيت سبيس او الستيت سبيس الى ترانسفير فانكشن. النهارده عندنا موضوع مهم وهو ما يعرف باسم البي اي دي كنترول. في الحقيقه كلمه بي اي دي كنترولر بتعمل فيها كتب وفيها مراجع لوحدها اسمها بي اي دي كنترول، مراجع يعني كتاب كله خاص بما يعرف باسم البي اي دي كنترولر. ايه قصه بقى البي اي دي كنترولر ده؟ تعالى ناخد المسمى ده ونفصصه عشان نقول ان ده عباره عن ثلاث حاجات. حاجه اسمها فانكشنال، حاجه اسمها دريفاتيف، حاجه اسمها انتجرال. يبقى بروبوشنال دريفاتيف انتجرال كنترولر. الراجل ده بيعمل ايه اللي سماه البي اي دي ده؟ بيسموه ثلاثه تيرم كنترولر، 3 تيرم كنترول، عشان هو بيتكون من ثلاثة بارامترز او ثلاث حاجات موجودين عندنا بيعملوها. قبل ما نخش في تفاصيله وبيشتغل ازاي، تعالى فكر حضرتك بالكلوز لوب بلوك دايجرام اللي احنا كنا بنرسمه قبل كده عشان نوصل للسيستم بتاعنا. هذا السيستم الموجود تحت حضرتك اللي هو اوتبوت اسمه واي، ده في الاوبن لوب. كنا عشان نعمل كلوز لوب كنا بنعمل كومباريزون، بناخد الفيدباك الموجوده مع حضرتك نقارنها مع الريفرنس اللي هو الار عشان يدينا الايرور الموجود عندنا. نيجاتيف فيدباك. وبالتالي ركز معايا بقى لو سمحت، الاي اوف تي الموجوده معانا للايرور هي عباره عن الار اوف تي ناقص السي اوف تي او الواي اوف تي اللي احنا كنا بنقول عليها الريفرنس ناقص الاكشوال اوت الموجود عندنا. بروبوشنال دريفاتيف انتجرال. في مشكلة كده في السيستم ده؟ فرق اتقارن مع الدخل الموجود معايا كاكشوال او ريفرنس الموجود معايا اداني الايرور، الايرور ده المفروض يخش على السيستم عشان اعمل الفيدباك او اليونتي فيدباك سيستم الموجود ده. فلما حضرتك بتيجي تشتغل في الكنترول زي ما قلت لحضرتك عشان تبدا تروح تعمل كنترول على السيستم، ممكن الحلول البسيطة لازم تفكر في حل بسيط وليس تضخيم الموضوع. عشان كده بنبدأ بما يعرف باسم الفيدباك اللي أنا عامله قدام حضرتك، أو اليونتي فيدباك بنسميه اليونتي فيدباك سيستم. يعني إيه يونتي؟ الفيدباك بتاعتها بتساوي كام؟ بتساوي واحد، الـ H و S اللي إحنا واخدينها بواحد. القفلة اللي أنت قفلتها دي أو الفيدباك اللي حضرتك عملته ده فتؤدي إن الريسبونس بتاع السيستم يبقى 100 100 وزي الفل. يعني مش محتاج كنترول اصلا، مش محتاج تشتري حاجه او تزود حاجه، هي بس وصلة سلك وبتكون باير والموضوع انتهى. يعني ايه؟ يعني ممكن الريسبونس اللي حضرتك كنت شايفه بايظ للريفرنس اللي حضرتك عايز توصل له، تمام؟ بتقول والله انا شكل الريسبونس بتاعي كان كده،
الدنيا بايظه يا صاحبي ده مش هيوصل اصلا للربح ده في الاوبن لوب لما تقفل القفله اللي شفتها في اليوتيوب فيدباك تبص تلاقي الريسبونس بتاعك بقى ايه ها يعني بدا ايه يتحسن يعني ما دفعتش فلوس وحسبت الريسبونس بتاعك طيب ده ما ينفعش اللي انت عملته ما ينفعش قلت لي لا طالما ما ينفعش الفيدباك يبقى انا محتاج احط حاجه فين يا عمنا ازود على السيستم الموجود قدام حضرتك ده اللي انت عايز تعمله كنترول حته كده ثانيه اسمها كنترولر عشان برضو يدخل له الايرور الاي ويبقى خارج الكنترول بتاع حضرتك اليو الموجوده معانا عشان يكنترول السيستم وبالتالي بنفس القفله الموجوده عندنا في الحاله الموجوده قدام حضرتك دي هتلاحظ ان السيستم الموجود مع حضرتك كريسبونس بدا يشتغل بالطريقه الموجوده معانا ايهما افضل يبقى من اوبن لوب الى يونيتي فيدباك الى كنترولر طب الكنترولر ده تفاصيله ايه؟ قال لك هنبدا بحاجه اسمها البي اي دي كنترول بس قبل ما ابدا بالحته دي لو حضرتك فاكر في اول محاضره او تاني محاضره بتاع الكنترول كنت بقول لك عندي تو اوبجكتيف من الكنترولر الموجود عندي صح؟ ايه هما؟ واحده حاجه اسمها ريجوليشن والثانيه اسمها تراكنج الريجوليشن ده ان انا بثبت الانبوت عند قيمه معينه او الريفرنس اللي انا عايزه عند قيمه معينه او بخلي السيستم يحاول يتراك او يوصل للريفرنس اللي انا عايزه ده. التراكنج الموجود عندنا اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيبقى عندي تغير في الانبوت الموجود مع حضرتك او الريفرنس وتحاول السيستم يمشي وراه او يتتبع هذا الانبوت اللي حضرتك عايزه. طيب يا ترى بقى البي اي دي ده قصته ايه عندنا؟ ولازم اشتغل بالثلاثه مع بعض ولا ممكن اشتغل بواحد بس؟ اقول لك لا مش لازم يا عمنا تشتغل بالثلاثه مع بعض. يعني ممكن اشتغل بواحد؟ ممكن تشتغل باثنين؟ ممكن تشتغل بثلاثه؟ طيب افكر حضرتك بحاجه كده لما كنا بنشتغل في التراكنج ونشوف الريسبونس على المات لاب كان ممكن السيستم بتاع حضرتك قلنا يطلع حاجه من اربعه يا ان دامبت يا اوفر دامبت يا كريتيكال دامبنج يا ايه؟ يا اندر دامبنج فده الريفرنس الموجود مع حضرتك اهو اللي حضرتك عايز توصل له في حاله الريجوليشن كنت بتقول لي والله ده انا ممكن يبقى عندي سيستم بالشكل ده كده صح؟ أو ممكن يبقى السيستم بالشكل ده كده. أو ممكن يبقى عندي الخرج الموجود مع حضرتك كده، صح؟ عندي ركز معايا الكلمتين اللي بقولهم في الأول دول أهم حاجة في المحاضرة بتاع النهاردة. عندي مشكلة إن السيستم بطيء. اوفر دامب صح؟ السيستم بطيء على ما يفكر يوصل للريفرنس يقعد نص ساعة. ممكن يقعد خمس دقايق، ممكن يقعد دقيقتين على حسب السيستم وبتاعي. ممكن يبقى السيستم فيه اوفر شوت. ايه الاوفر شوت ده؟ الاوستيليشن اللي موجود معانا. صح؟ ممكن يبقى السيستم فيه هناك حاجة اسمها steady state error. دي محاضرة المفروض كنا ناخدها أو موضوع المفروض كنا ناخده عشان نحسب بيه الايرور اللي هو يعني هديك ملخصه دلوقتي سريعا. إيه بقى قصة السيتي ست ايرور دي؟ لما الريفرنس بتاع حضرتك يبقى بالشكل ده كده أهو وتلاحظ إن الخارج بتاع حضرتك كده يبقى هناك ايرور باستمرار ما بين الريفرنس اللي حضرتك عايزه المنقط ده أهو والاكشوال اللي حضرتك مطلعه ده بنسميه ستيد ستيت ايرور اي اس اس ايرور ستيد ستيت يعني ايه ستيد ستيت؟ في مرحله السرد ما ينفعش اجيب ايرور فين؟
في المرحله الاولانيه بتاع الترانزيت، بستنى السيستم يستقر واعرف خلاص هو اخره كده، جاب اخره بمعنى صح مش على التراك بس ايه بعيد شويه. فده بنسميه اي اس اس، وده المفروض دي محاضره ان شاء الله اذا كان في عمر والحين نخلص البي اي دي هتبقى حضرتك. طيب يبقى دول ثلاث مشاكل رئيسيه في اي سيستم، قد تجتمع مشكله واحده في سيستم او اثنين او ثلاثه او الميكس ما بينهم، بين واحد وثلاثة واحد واثنين في شوية مشاكل. إذا أنا اختياري في موضوع الـ PID controller ده بيعتمد على المشاكل الموجودة في السيستم. لذلك قلت لحضرتك إن أنا مش هقدر أوصل للكنترول ديزاين إلا ما أعمل مودلينج صح، صح؟ مش كده؟ وبعد ما أعمل مودلينج أروح أشوف السيموليشن بتاعه شكله عامل إزاي عشان أشوف شكل الريسبونس بتاعه عامل إزاي ومنه أقدر أحدد الريسبونس بتاع السيستم أو البرفورمانس بتاعه شكله عامل إزاي. وبالتالي اقيس بعض البارامتر اللي هي بتقول ان السيستم بطيء. ايه بعض البارامتر؟ ان السيستم اوفر دامج، مش كده؟ ان الترانزيانت الترانزيانت تايم، فاكر التي ار؟ ها؟ رايزنج تايم والستنج تايم، كل دي بارامتر بقيس بيها البرفورمانس بتاع السيستم بطيء ولا سريع. وبالتالي ما هو الحل اذا كان السيستم بطيء؟ وما هو الحل اذا كان السيستم اوفر شوت بس؟ وما هو الحل اذا كان السيستم في سيريس ايرور؟ هقدر اشتغل كل مشكله لوحدها؟ طب يا ترى المشكله هتبقى سهله لما يحصل ميكس ما بين الاثنين ولا هتبقى اصعب ولا هتبقى اسهل؟ الدنيا هتمشي ازاي لما اجيب الثلاثه مع بعض احلهم ازاي؟ عشان كده المحاضره النهارده بتاعتنا تحت عنوان البي اي دي كنترول، بعمل ايه البي وبعمل ايه الاي وبعمل ايه الدي. وركز في الكلمتين دول لان الكلمتين دول هما اساس الكلاسيك كنترول برضه، مش الكلاسيك بتاع الكونتاكتور والريلي. كلاسيك كنترول بقصد بيه كلاسيك كنترول الجوريزم اللي هو البي اي دي كنترولر اللي هو مش فاضي ولا ارتفيشال انتليجنس المفروض مع حضرتك. طيب من هنا تعالى نقول ان احنا بنتكلم على كنترول اوبجيكتيف، بركز مع حضرتك تاني اهو، واحده بمنتين البارامتر عند قيمه معينه ثابته زي دي كده، او ان انا بخليه فولو التشينجنج انبوت موجود مع حضرتك. البي اي دي كنترولر كديفينيشن هو الموست وايدلي يوزد الجوريزم موجود مع حضرتك. والبي اي دي كنترولر زي ما قلت لحضرتك قبل كده في محاضره سابقه، يمكن تلاقيه حاجه هاردوير كارته موجوده او تلاقيه سوفت وير. ولو ما لقيتوش سوفت وير انت تقدر تعمله سوفت وير. يعني انا هديك معادله دلوقتي تقدر تبرمجها ويبقى بيها عملت البي اي دي كنترولر. ركز معايا يا عم، انا عايز تعمل حاجه بسيطه في الكنترول الموجود عند حضرتك من غير ما تدفع ولا مليم، بمعادله على برنامج ماتلاب او سي بلس بلس او بايثون او غيره تقدر تنفذ لي الكنترولر ده اهو، ويبقى انت عملت كنترول الجوريزم. عشان كده بنسميه 3 تيرم كنترولر موجود مع حضرتك، لانه عباره عن ثلاثه بارامترز او ثلاثه جينز موجود عندنا اللي هو البروبوشنال والانتجرال والدريفاتيف الموجود معانا. الفكره فيه كلها في مين؟ في الاي اوف تي. البارامتر الوحيد المراد قياسه من السيستم هو ما هو الخطا في السيستم موجود مع حضرتك. اللي احنا قلنا عليه هو عباره عن الاي اوف تي. وبالتالي هنا التلاتة ترم اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول هيبقوا فانكشن في مين؟ فانكشن في الايرور. يعني انت عندك معادلة يا عم؟ اه. طب ما تديني المعادلة كده قبل ما نكمل. المعادلة الموجودة قدام حضرتك بتاع عمنا البي اي دي ده اهي، ركز بقى معايا. انت عايز الكنترولر ده صح؟ مش كده؟ انت عايز علاقة ما بين الخارج بتاعه اللي اسمه يو والدخل الموجود معايا، مش كده؟ يبقى اقدر اقول لحضرتك ان اليو اوف تي بتاع الكنترولر بتاع حضرتك فانكشن اوف جي اوف تي. حد معترض على المعادله دي؟ طب عايزين نكتبها بقى بالثلاثه ترم اللي احنا بنتكلم عليهم دول. نكتب ايه يا عم؟ ركز معايا. اليو اوف تي بتساوي حاجه بروبوشنال، بروبوشنال يعني ايه؟ ثابت مضروب في حاجه، صح؟ ركز معايا. كي بي ثابت في اي اوف تي. يبقى ده ثابت سميناه ايه؟ بروبوشنال جي. بروبوشنال كي زائد الكي اي في
في تكامل الايرور. صح انتجرال بعمل انتجريشن اهو صح، بس انتجريشن لمين؟ للايرور صح. زائد ثابت اسمه بي دي دريفاتيف تيرم في تفاضل الايرور. صعبه المعادله؟ المعادله الموجوده قدام حضرتك تعرف باسم البي اي دي كنترول التي تربط ما بين خارج الكنترول اللي اسمه يو والداخل اللي اسمه اي اوف تي، والاي اوف تي داله في مين؟ في الار والايه؟ والوان. يبقى انت لو عندك اي سيستم في الدنيا انت مش محتاج تقيس منه الا الخارج بتاعه. عندك فاتور وعايز تعمل عليه بقى اي دي كنترولر، بتعمل ايه؟ الراجل ده انت بتعمل بوزيشن كنترول ولا سبيد كنترول؟ بتقول لي والله انا ماشي بسرعه. فروح يا عم هات التاكوميتر، التاكوميتر ده يقيس السرعه تمام؟ ده السرعه بتاعت الموتور وليكن مثلا 800 لفه ار بي ام، الريفرنس اللي انت كنت عايزه بي ار كنت عايزه 1000، اصبح فرق بينهم كام؟ ها؟ 200. يبقى عندك ايرور بكام يا عمنا؟ ب 200. ال 200 دي هناخدها نحطها في المعادله ده اهي، يطلع لك الكنترول سيجنال المناسبه اللي تخلي لك ال 1000 او ال 800 بتاع حضرتك تحاول توصل الى 1000. هنبدا واحده واحده بس ركز معايا. بس ايه قصه بقى البروبوشنال والانتجرال والدريفاتيف؟ هل لازم زي ما احنا قلنا من شويه نحط الثلاثه مع بعض؟ قال لك لا، انا هروح اجرب اسهل حاجه. اسهل حاجه فوق ايه؟ ها؟ يا عم لا تفاضل ولا تكامل، ده انا اصلا ساقط رياضه مش كده؟ يبقى انا اخد مين؟ ابدا بالبروبوشنال الحاجه البسيطه. اخد البروبوشنال يا عمنا، انت كنت حاسب ايرور بكام دلوقتي؟ في الموتور ب 200. حط لي يو اوف تي موجوده مع حضرتك بتساوي الكي بي في ال 200 اللي احنا طلعناه. طب الكي بي دي خدها باي قيمه؟ بواحد. بواحد من عشره، باثنين، بثلاثه، باربعه، ده اللي احنا بنسميه تراي اند ايرور. خدت القيمه طلعها في الكونسيبت بكام؟ وليكن ب 200. بس ال 200 دي ما ينفعش تخش على الموتور صح؟ ال 200 دي كبيره قوي صح؟ مش كده؟ هروح اعمل لها بروسيسنج صغير كده. اكبرها صغرها طلعها نزلها، المهم ايه تنفع تخش او احول الكلام ده البطل، البطل ده ينفع يخش على طول. ده انا بتكلم بايه؟ بامر بسيط او بحاجه بسيطه ممكن ما تبقاش ابليكابل، بس ايه؟ بحاول اوصل لك الفكره دي. خد ال 200 دي دخلها على السيستم بتاع حضرتك اللي هو البطول، هتلاحظ ان ال 800 اللي كانت طالعه من شويه ركز بقى، ها؟ بقت بكام؟ بقت ب 850. لسه في ايرور؟ يا عم ده انا عايز 1000 ب 150. زود الكنترول سيجنال شويه، يعني ايه؟ انت بتقول انا عايز اوصل المحله، بس وصلت مثلا الشعبيه. خلاص انت فاضل لك سنه وايه؟ لو خبطتك برجلي خبطه كبيره شويه هوصلك الايه؟ في قلب المحله، مش كده؟ الخبطه الكبيره اللي حضرتك بتعملها دي هي الكنترول سيجنال الكبيره اللي حضرتك ايه؟ حسبتها. هل يا ترى الكنترول سيجنال في الحاله الاولانيه زي الكنترول سيجنال في الثانيه؟ يعني لما توصل الشعبيه هي نفس الخبطه لما توصل الشون، ولا الخبطه الثانيه هتبقى اضعف؟ يبقى الكنترول سيجنال ايه؟ لغايه ما اوصل فين؟ انت عايز توصل عند محطه القطر في المحله. لما توصل عند محطه قطر ال1000 اللي احنا عايزين نوصل لها، المفروض ساعتها الكنترول سيجنال بكام؟ خلاص انا وصلت، ما عادش عايز حاجه، شكرا، انا شبعت خلاص ما عادش عايز. مش كده؟ يبقى انا المفروض دلوقتي ركز معايا ان عشان اوصل لل1000 اللي حضرتك عايزها، الكنترول سيجنال المفروض صح كده ولا غلط؟ العمليه عكسيه ما بين الاكشوال اللي انا بوصل له، انا كنت عند صفر وهوصل المحله، فانا المفروض وانا عند الصفر اخد اكبر كنترول سيجنال وانا ماشي لغايه ما اوصل عند المحله تبدا الكنترول سيجنال تقل، لغايه ما تقريبا لما اوصل للي انا عايزه زيرو كنترول سيجنال سيستم واقف. طيب يبقى انا البدايه بتاعتي فين؟ ان انا ببدا بمين؟ بعمل البروبوشن. خلي بالك بقى، نرجع تاني للحته بتاع السيستم بطيء او سريع او كلام من ده. معلومه بقى ثابته اهي، ركز كده معايا، خدها كده ايه؟ حطها قدام ودنك على طول. لما يكون السيستم بطيء، بطيء يعني ايه؟ ممكن يبقى اوفر دامج، الترانزنت تايم او رايز تايم بتاعه بطيء او صغير، تمام؟ سوري رايز تايم كبير،
بس تايم يعني ايه؟ عشان يوصل يوصل زمن يبقى الزمن كبير. سيتنج بقى نفس الكلام قال لك ايه؟ عشان تسرعه استخدم بي كنترول. يبقى عشان اسرع السيستم يقول لك عندي سمعت يا عم على الدقه دي؟ يقول لك اه انا خدته وراجل راجع بقى انا. عشان اسرع السيستم تستخدم انا كنترولر تقول له استخدم البي تيل او البي كنترول. تسرع لك السيستم اه اسرعه ازاي؟ هو انا عندي حاجه في المعادله دي اقدر اغير فيها الا الكونستنت. يعني تسرعه يا عم؟ انت جيت تختار بواحد لقيت سيستم بطيء. كان ايه رايك نوصله ل 10 نوصله ل 100 نوصله ل 1000 زود بقى براحتك مع الموضوع تراي اند ايرو صح؟ بس قال لك ايه بقى؟ ركز بقى معايا ايه؟ عشان تبقى الفكره دي واضحه. انا شغال على بي كنترولر يا عمنا. الريفرنس بتاعك اهو. ركز معايا. السيستم اللي كان بطيء كده قال لك عشان تسرعه اشغله بي كنترولر. اشغله بي كنترولر ازاي يا عم؟ اختار له بي بواحد كي بي بواحد. حلو صح؟ تعبان. ب 10 ب 20 ب 30 كل ما تسرع او كل ما تزود البارامتر بتاع الكي بي كل ما السيستم ايه؟ هيوصل اسرع للي انت عايزه. لغايه ما لا نهايه يعني؟ قال لك لا لكل حاجه ايه؟ حدود. يعني ايه يا عمنا؟ قال لك خلي بالك ان انت ممكن زيادتك في البي كنترولر جيتك حل عامل صح؟ ده انا عايزه يوصل بس يا عم انا كنت بقول له ايه يا عمنا بص انا عايزك توصل كده اهو. بس ايه؟ هربت مني. جيت ابوظها، جيت اصلحها، عملت ايه؟ عملت اوفر. قال لك عشان كده قال لك ايه؟ قال لك ما تقعدش تزود في الكي بي الى ما لا نهايه، في حدود ليميتيشن عند حضرتك ان انت ايه؟ تحاول ما توصلش السيستم الاوفر شوت او الاوسيليشن اللي موجود قدام حضرتك ده. الكلام ده هقوله لك دلوقتي عملي على الماتلاب. طب اعمل ايه في الحاله دي يا عم؟ فرض ان انت وصلت السيستم لكده. اعمل ايه؟ قال لك والله السيستم بتاع حضرتك لو اصبح بطيء وفي اوفر شوت موجود مع حضرتك اللي يشيل الاوفر شوت ده وركز يا عم عشان لو سالت في الحته دي في اي انترفيو اللي يشيل الاوفر شوت عمنا ده عمنا دي كنترول. يعني ايه يا عم؟ بدل ما كنت شغال بي بس خليه بي دي كنترول. حد فاهم حاجه؟ واضحه؟ يبقى لو ظهر عند حضرتك كان سيستم بطيء في نسبه اوفر شوت وعايز يصلحها حط له دي كنترولر مع البي اللي حضرتك شغاله. يبقى المعادله اصبحت الحته دي والحته دي. بس دكتور هو اصبر وبعد كده اسال. بص انا معاك ثلاث محاضرات في القصه دي. ده احنا هنتهرب يا راجل. دي ودي ايه بقى قصه التفاضل دي؟ احنا شغالين تايم دومين. في المحاضرة الثالثة هقول لك ايه قصة الدريفر اللي احنا بنقول عليه. هو احنا قبل ما نخش فيها هو الدريفر ديت عليه يعني ايه الفيزيكال مينينج بتاع الديفرنشيشن؟ ركز مع عبد الرحمن ورا. يعني ايه الديفرنشيشن اصلا؟ انا قلتها 50 مرة على فكرة في المحاضرات. ها؟ ده معدل تغير مش كده؟ معدل تغير يعني ايه يا عمنا؟ انا كنت دلوقتي كام؟ وبعد شوية هبقى كام؟ يبقى عمنا اللي بعد شوية ناقص اللي كنت فيه من شوية على الفترة الزمنية اللي احنا بنتكلم عليها، صح؟ يا ترى الايرور بتاع حضرتك بيزيد ولا بيقل؟ يعني أنا المفروض دلوقتي كل ما أعمل كنترول على سيستم المفروض الايرور إيه؟ يبدأ يقل. يبقى أنا بتكلم على إيه 2 ناقص إيه 1 على فترة زمنية موجود معايا. يبقى زمن حالي أو قيمة حالية ناقص قيمة سابقة على الفترة الزمنية اللي بيس عليها ثانية ولا اثنين ولا ثلاثة على حسب التقديس. مش كده؟ طيب المعدل الموجود قدام حضرتك بتاع البي اي دي كنترولر بتاع البي دي كنترولر اصبحت يو اوف تي بتساوي الكي بي في الايرور زائد الكي دي في تفاضل الايرور الموجود معانا. المعادلة دي مش هي اللي هنبرمجها على السي ولا غير. هديك معادلة بعد شوية حاجة اسمها الديسكريت فورم. بس اعتقد مش معانا النهارده. طيب
السيستم دلوقتي هيبدا يتحسن بعد ما كان في الاوفر شوت الموجود مع حضرتك ده باستخدام البي دي كنترول. ركز بقى معايا، ده السيستم بتاعنا اهو مش كده؟ لما تحط له بي دي كنترول بي ودي، ركز كده معايا، السيستم بقى ايه؟ النقط دي قبل الاحمر مش كده؟ اسرع صح؟ اسرع شويه هيوصل اسرع. ايه رايك؟ هو في اوسيليشن بس اقل عن الاول. الثاني كان ب 25 ده ب 15. الثاني ب 25 ده ب 10. كل ما تزود وتلعب في الكي بي والكي دي الموجوده مع حضرتك كل ما السيستم بتاع حضرتك ايه؟ يتحسن. ايوه ما هو ده انا بتكلم دلوقتي هنا. ماشي، ما هو لو انا مثلا حطيت مثلا الكي بي في عمليه ما هو احنا قلنا ايه؟ احنا مش هنحط الدي كنترولر الا ما نعجز عجز تام مع البي. يعني هتبداي تزودي وتطلعي وتنزلي بس ما انتش عارفه كده حاجه في السيستم، هو السيستم كده اخره. فلازم تحط له ايه؟ الدي كنترولر. لكن هو البدايه زي ما قلت لحضرتك ايه؟ البي كنترولر. هتلعبي فيه من هنا لغايه السنه الجايه، عشان كده تراي اند ايرور ممكن يقعد معاكي سنه. تقعدي تراي اند ايرور. في برنامج تاني او سيستم تاني تقعد معاه ساعه، في سيستم تاني تقعد معاه ساعتين ثلاثه 10. يبقى على حسب كل ايه سيستم. عشان موضوع التراين ديلو ده اصلا موضوع مر، عشان كده بنعمل حاجه اسمها اوبتمايزيشن تكنيك. عشان طبعا السيستم ما وصلش برضه، هو كنت زود في الكي بي برضه ما وصلش، حتى لما عملوا مشيت ما وصلش اصلا، استنى برضه. لا ما ساعتها بقى الكلاسيكال كنترول بتاعنا ده مش هينفع. هنروح ندور على الادفانس كنترول، سواء نونلينير كنترول او اوبتيمال كنترول او الارتفيشال انتليجنس اللي هو بتاع الفازي واليورا والحاجات الجديده دي. ففي حاجات ينفع معاها، بس معظم السيستم شغاله كلاسيكال كنترول بي اي دي معظمها. طيب وصلت للقصه دي يا عم؟ السيستم بيتحسن، بس خلي بالك ان انا زي ما قلت لك ما تزودش قوي في البي عشان ما ايه؟ ما تبوظش الدنيا في الاوفر شوت. طب انا ناقص دلوقتي عندي ايه؟ ممكن اروح للسيستم بتاعي ابص انا اعمل كده. احلها ازاي دي بقى؟ ممكن يبقى السيستم زي ما قلت لحضرتك تاني. سيستم سلو، سيستم فيه اوفر شوت، تمام؟ ده هتشتغل بالبي كنترول، ده هتشتغل بالبي كنترول، ده لو كان في سيري سيت ايرور قال لك في الحاله دي اشتغل بالاي كنترول. يعني اللي يحل المشكله ده تحط له اي حته الورقه وتبدا تلعب في الاي في الكي اي، تبص تلاقي ان بدا يقلل قيمه السيري سيت ايرور. هل هو شرط ان انا اوصل في السيستم بتاعي ان الايرور بتاعي ما بين الريفرنس والاكشوال اللي انا عايزه بزيرو؟ قال لك لا، انا بحاول اوصل الى اقل ما يمكن من الايرور الموجود مع حضرتك عشان اوصل ايه؟ اوصل لاقل قيمه من الايرور الموجود عندنا. دول كده لو سمحت ما تنساهمش في حاله ما تتسال في حاجه اسمها بي اي دي كنترول. اللي يسرع السيستم هو البي كنترول، ولكن هناك حدود لهذه السرعه، تمام؟ عشان ما تعملش اوفر شوت. الدي كنترولر يشيل الاوفر شوت الموجود معاك او الاوسيليشن، الستيدي ست ايرور يشيله الاي كنترول. قبل ما نخش في تفاصيل اكتر، هو انا اعرف اعمل البي اي دي كنترولر ده كارته؟ كارته كنترول، كارته صغيره كده زي انت بتشوفها في السي ان سي او غيره؟ عمنا ده هو اللي يعمل القصه دي، الاوبريشن امبليفاير اللي حضرتك بتدرسه او درسته. عايز تعمل بيه كنترول يا عم، يعني ايه بيه كنترول؟ الايرور او الدخل بتاع حضرتك مضروب في قيمه، الدخل مضروب في قيمه يديك الخارج. خدتها قبل كده؟ انفرتنج امبليفاير. صح؟ مش ده عمالك كان بيديك جيل؟ يقول لك البي اوت بيساوي اي او في البي انبوت.
او زي ما كنت بتاخدها سماها كيس سماها احمد سماها محمد يبقى البي اوت على الميم بيساوي كونستنت بس الاشاره ايه سالب طب مش عاجبك الاشاره السالبه دخل الخارج ده اهو على نمط انفرشن يعني بالفايل او اعمل انفرت بتاعي يديك الخارج الجيم بتاعه كان يا عم خليه انفرت الجيم بتاعه كان يبقى بي اوت واحد بي اوت واحد بي اوت 2 بيساوي واحد في ايه في البي اوت الايه الدخل على الخريطه تديك الخارج الموجود معايا يعني ايه اعملها هسيب لك الرسمه كده وافتكرها زي ما حضرتك عايز تفتكرها مش دي الدائره اللي انت كنت تاخدها قبل كده يقول لك دي ار 2 ودي ار 1 الفي انبوت والفي اوت وده الريفرنس بتاعك السالب والموجب او الموجب والسالب شوف انت عايز تعملهم فيرتي ولا انفيرتي كان يقول لك ايه؟ يقول لك ان الخلف الموجود مع حضرتك ده الفي اوت على الفي انبوت بتساوي سالب ار 2 على ايه؟ على ار 1 انا مالي ومال الكلام ده عامل في البي كنترول بتاعنا طب ما هو هخلي الانبوت بتاعي هو الاي اوف تي والخارج بتاعي هو اليو اوف تي والسالب ار 2 على ار 1 دي عباره عن الكي بي يبقى ممكن ب 5 6 جنيه تروح تشتري 741 اوبريشن امبليفاير مع مقاومتين ب 50 قرش عملت دايره في كنترول صح؟ ولا انا غلطان؟ تزود 5 جنيه كمان عشان تشيل الاشاره السالبه يبقى انت عملت دايره البي كنترولر تدخل لها الاي اوف تي تخرج لك الاي اوف تي بالتحكم في قيمه كل من الار 2 والار 1 يمكن حساب قيمه الكي بي بي كنترول الانتجريتور تعمله ازاي؟ مكثف ورا ومكثف قدام في حاله الديفرنشيتور وايه؟ والانتجريتور الموجود معايا يبقى انا برضو ازود على المقاومتين اللي جبتهم دول مكثف صح؟ عشان اعمل الايه؟ لما تعمل ثلاث دوائر كده اللي احنا قلنا عليه هذا واحده واللي فيها مكثف في الانبوت وفيها مكثف في الاوت في الفيد باك الموجود مع حضرتك لو عملت سامنج بوينت ما بين الثلاثه اوت جول تعرف تطلع اليوفت الكامله يبقى في بلوك صغير اهو تقدر تعمل ثلاث دوائر غير الكنترول اسمه بي اي دي كنترول حد بيعمل لسه الكلام ده؟ اه لسه موجود والله. وهتلاقيه بعض المصانع شغال. بس انا مش عايز ده، انا عايز ابرمج. انا راجل بتاع بروجرامنج دلوقتي وعندي راسبيري باي وعندي اردوينو وعندي احمد دينو. ايه بقى القصه دي؟ انا مش عايز اعمل ده. انا ممكن اخد معادله زي دي بس هنأجلها للمحاضره الجايه واعمل لك بيها البرمجه اللي احنا بنتكلم عليها. بس انا عايز قبل ما اخش في القصه دي كلمني شويه ازاي هعدل في القصص اللي حضرتك بتقول عليها دي. يا ترى فعلا السيستم بتسرع، السيستم بتعطيه، السيستم بيبقى بيشيل سيستم ايرور. تعالى نشوف الكلام ده مع بعض على مثلا. انا معاكم. قول يا عم. كلام حلو. هو زميلك بيقول ايه؟ هو انا كنت ممكن ابدا بسيستم معليش البي قوي فمش هوصل للحته دي. اه بس ممكن بغلطه من حضرتك تبص تلاقي نفسك وصلت ده، بقول لك لو وصلت ده هتضطر تستخدمه. لكن انت ممكن تبدا تزود لغايه ما توصل للريسبونس زي الفل في السيستم والبي كنترول كافي قوي. وما توصلش للحته بتاع الاوفر شوت الموجود عندك. ليس شرط ان انت تحط الدي زي ما وريت دلوقتي. طيب قول. غصب عني يحصل فيه ايرور ولا يحصل اوفر شوت. فانا عامل حسابي ان انا اه ضحي ان انا هيحصل اوفر شوت بس انا بسرعه وانا هجيب بقى عقل الجزئيه دي، لان ده مش صعب ان يحصل كده. ما هو ده على حسب ما انت عايز في السيستم. عشان كده احنا قلنا ايه؟ مرحله السيميوليشن مهمه. عشان كده احنا بنقول اللعب ده ما
ينفعش تروح على السيستم الريال مباشرة وتروح تلعب معاه صح؟ خد موديل للسيستم ده وحط ما يقابل الحاجة اللي في الحقيقة جوه على الكمبيوتر بتاعك وان شاء الله تولع في السيستم جوه مش هيحصل له حاجة صح؟ بس انت من هنا في السيموشن بتقول ايه؟ والله انا اقصى قيمة احطها في البي كنترول 100. ليه؟ لان بعد ال 100 هوصل اوفر شوت. فواحد بيقول لي لا يا عم مش مشكلة اوصل اوفر شوت ما انا اعالجه بحاجة تانية بس سرع للسيستم. بس هناك ليميتيشن للسرعة، يعني السير بتاع ازاز الماء زي ما قلت لحضرتك قبل كده ما ينفعش يبقى سرعته زيادة عن اللازم مش كده؟ ما انا عشان اسرعه عشان اطلع انتاج كتير بس ممكن اوقع الحاجة اللي عليه يبقى انا بخسر حاجة قصاد حاجة. ده انت بتقول لي هنا ممكن يبقى الدي كنترول مكلف بالنسبة لك. فتقول لي لا ده انا هبيع السرعة قصاد ان السيستم بتاعي لما بتاعه ما تكلفش. في وجهات نظر. وبتعتمد على كل سيستم والتاني، في سيستم يبقى ينفع يبقى سريع قوي وتتغلب على الاوفر شوت اللي فيه وفي سيستم لا. خلي بالك الهزه اللي فوق دي تعتمد برضه على خط انتاج الحركه شغال عليه. ليه؟ لان يعني في سيستم يتحمل الهزه دي وفي سيستم لو عملته كده اهو يقول لك لا انا اسف والله ما انا شغال. يبقى على حسب كل سيستم وايه؟ والتاني. وبالتالي هنا زي ما احنا قلنا السيستم بتاعي هو فانكشن في الايرور الموجود عندنا. فانكشن في الايرور عشان كده احنا بنقول ان السيستم بتاعي كبلوك دايجرام ادا بلانت او السيستم بتاعي اهم حاجه الدخل بتاع السيستم يو اف تي هو خارج الكنترولر والدخل بتاعه يو اف تي. هنلاحظ ان الكنترولر موجود معانا زي ما قلت لحضرتك هو وضي مازال مستخدم واثبت كفاءه فروبست بيرفورمانس. يعني ايه روبست؟ كلمه روبست دي يعني ايه؟ دي لما تيجي تترجمها يقول لك متين، حاجه كده ايه ثابته وجودها زي ما بقول لك ثابته قاعده في السوق 100 100. لكن عشان ما تقولش ان البيئه دي ما عادش موجود، لا موجود والله وفي معظم خطوط الانتاج موجود بس ممكن يكون ليفل من الليفلز بتاع الكنترول. يعني يعني شركه ابو يوسف الاسمده فيها بي اي دي؟ اه فيها بي اي دي. فاكرين الحته بتاعه الدي سي اس اللي كنا بنتكلم عليها بتاع البي اي سي؟ ها ايوه بتجمع ده كله على خطوط الباص والباص اللي بتتنقل لفوق. ممكن يبقى اللو ليفل من الكنترول اللي تحت خالص هو بي اي دي. ممكن يبقى الاردوين والماك والكنترول اللي حضرتك شغال بيه في بي اي دي من جوه بس انت مش واخد بالك او انت مش شايف. هو انت شغال خلي بالك في هاي ليفل كنترول او سوبرفايزر كنترول بتبص عليه من فوق انت ما شفتش التفاصيل. فعشان كده ايه يقول لك في التحكم ممكن يبقى كده تحكم هربي انت بتبص من هنا لكن ما شفتش القاعده فيها ايه. ممكن تلاقي القاعده دي كلها كلاسيكال كنترول وده في الحقيقه هو اللي موجود. هتلاقي كلها كونتاكتور وريليز وريليز وكونتاكتور دي شغاله ايه؟ شغاله بي اي دي بيفصل وبيشغل الاون اوف كنترول. ده احد انواع الكنترول الموجود مع حضرتك. خلي بالك احنا بنتكلم على بي اي دي كنترول كالجوريزم. يعني ايه الجوريزم؟ حاجه ممكن تكتبها خلاص. الموضوع مش شرط ان هو يبقى حاجه زي ما قلت لك انالوج او دايره كهربيه موجوده لا او كارته. ممكن يبقى حاجه متبرمجه بس انت مش شايفها. طيب تعالى وبالتالي الايرو سيجنال لا علاقه باليو اف تي الموجوده معانا. المعادله اللي احنا بنتكلم عليها حضرات اهي المعادله دي. ركز لو سمحت في التايم دومين. يعني ايه تايم دومين يا عم؟ هو في حاجه ثانيه غير التايم دومين هنتعامل معاها؟ انت وانت شغال في السيستم بره ما بتشتغلش تايم دومين. انت بتشتغل ديسكريت فورم صح؟ يعني ايه ديسكريت فورم يا عمنا؟ ها؟ حاجة متقطعة. ايه متقطعة دي بقى؟ هو انت هتقدر تقيس كل البيانات من العملية الصناعية بتاع حضرتك كل لحظة زمنية؟ لا. لا. انت بتحط الفولتميتر بتقيس 10 عمرك ما هتقيس في نفس اللحظة اللي هي فيمتو سكند 10 تاني، مش كده؟ بتستنى شوية تروح تقيس تاني، تستنى شوية. التقطيع اللي حضرتك بتقيسها دي خلت الاشاره بتاع حضرتك تتحول من اشاره مستمره اللي هي الكونتينوس دي الى اشاره تعرف باسم الديسكريت او الديجيتال فورم. يعني ايه ديجيتال؟ بنقطعها. بقطعها يعني ايه يا عم؟ خلينا نقولها عشان انا محتاج الكلمه دي. في عندك كونتينوس سيستم وفي عندك ديسكريت سيستم. سيجنال ايه؟ دي اشاره كونتينوس. لو قطعت محور الزمن ده الى اجزاء صغيره مهما كانت الاجزاء الصغيره دي تقدر تقول لي والله القيمه هنا كام 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 كام؟
لكن السنسورز الموجود عند حضرتك في خطوط الانتاج عمرها ما بتقيس في اللحظات الزمنيه اللي بتتكلم عنها. ده احنا عشان نقسم الدائره دي كنا عملنا ايه؟ اديت لي جدول صح؟ عشان نقسم الصين ويبدو كنا بنعمل ايه يا اسطى؟ تقول لي والله عندي واحد مش عارف بكام، مين بكام؟ ثلاثه بكام؟ النقط مش ده اللي انت عملته؟ النقط اللي حضرتك بتعملها هي الحاجه اللي انت بتعملها برضه. القياسات اللي انت قستها اوريدي برضه. بعد ما وصلت النقط دي او وقعتها على رسم البيان بتاع حضرتك قلت لي ايه؟ طب ما تيجي نوصل النقط ببعضها. فطلعت لي شكل الساين ويف اللي حضرتك عايزه. صح؟ اللي انت عملته في الرياضه او في الاحصاء اللي هو الكيرف فيتنج. يعني هو انا لازم اوصل، طب ما جايز النقطه دي ما بينها وبين دي مش خط مستقيم كده، طب ما جايز كده. بس احنا نعمل ايه؟ حاجه اسمها كيرف فيتنج، يعني ايه؟ بنوصل الى احسن شكل يوصلنا للساين ويف الموجود عندنا. لكن مش هو ده الحقيقه. انت عشان ترسم الخط ده مظبوط المفروض تعمل ايه بقى؟ شايف المسافه دي؟ كبيره قوي. يعني بص هات ميكروسكوب كده وايه؟ وحط نقطه في نص النقطه اللي انت راسمها دي. هو ده اللي المفروض تعمله عشان تقول لي والله بص اهي. شوف انا رسمت كام نقطه؟ المفروض اه ساعتها بقى كده تبقى ايه؟ وصلوا فعلا. الكونتينوس ده مش موجود في الحقيقه. القياسات اللي في الحقيقه تقول ايه؟ تقول والله يا عم بص انا هقيس دلوقتي على محور التايم اهو قيمه طلعت بصفر. تستنى شويه ممكن يبقى الشويه اللي احنا بنتكلم عليهم مش ساعه، ممكن تبقى نص ثانيه، ممكن تبقى ربع ثانيه، ممكن تبقى واحد من 100، واحد من 1000. بتقيس يا عم؟ اه. طب هفضل بصفر كام؟ فتره زمنيه صح؟ مش كده؟ بعد الواحد ثانيه او الواحد ملي او الواحد مايكرو سكند لقيتها باتنين. بص كده شكل الاشاره عامل ازاي؟ خلي بالك بقى دي شكل الاشاره العاديه اللي احنا بنقيسها، القياسات اللي احنا بنقيسها. المفروض انا لو عايز اوصلها لشكل الساين ويف، خلي بالك احنا هننزل تاني اهو. مش انا لو وصلت النقط دي كلها كده هوصل لشكل الساين ويف؟ فين حاجه بجد؟ بالله عليك عشان خاطر انا افهم الكلمتين دول. سيبك بقى من الامتحان والزفت اللي احنا بندور عليه. الحته بتاعت التقطيعه دي هي الفترة الزمنية ما بين قياس السنسور والقياس الثاني اللي هيقدر يقيس السنسور. صح؟ والكلام ده هناخده برضه في الميديكال النهارده، إذا خدنا يعني. بصفر هستنى شوية على ما أفكر أوصل ثاني ويقيس، فتطلع لي بواحد فتبدأ تتغير. المفروض شكل السيجنال إيه؟ لما أوصل النقط الخارجية دي تطلع لي شكل الساين اللي إحنا بنتكلم عليه. لكن في الحقيقة القياسات اللي إحنا بنقيسها هو الشكل المدرج أو السلم اللي حضرتك بتتكلم عليه. عشان كده سماها ديسكريت فورم. أو ديجيتال فورم. لكن دي كونتينوس. طيب الفترة الزمنية اللي بتتكلم عليها بقى يا عم دي اسمها إيه؟ قال لك الحتة ده أهي سماها سامبلينج ركز بيري. يا عم اللي عايز يشتغل في الكنترول هتسمع كلمة سامبلينج بيري دي كده أوي. سامبلينج بيريد زمن التقطيع. الزمن الفارق او الفتره الزمنيه ما بين كل قياس والتاني من السنسور الموجود معاك. يعني ايه يا عم؟ يعني المفروض الحته دي بتساوي الحته دي بتساوي طبعا هي مرسومه مش مظبوط، لكن هي المفروض ايه؟ على فترات زمنيه متساويه اقدر اخد قرايات من السيستم بتاعي. عشان ايه؟ عشان اقدر اقول ان السامبلينج بيريد دي اللي احنا بنسميها تي اس، ركز يا عم عشان انا احتاجها والله في البرمجه. مفيش حد بيبرمج بي اي دي ولا كنترول اي كنترول في الدنيا الا بيشتغل بموضوع السامبلينج تايب. هو بيختلف من سيستم للتاني اه. يعني من سنسور للتاني اه. يعني ممكن تروح تشتغل بسنسور، السنسور ده يديك قرايه كل واحد ثانيه، واحد ثاني يقول لك لا كل واحد من 10 ثواني اقدر اديك ايه؟ قرايه. بالمناسبه انا لو شكيت حضرتك شكه الدبوس اللي احنا كنا بنقول عليها في محاضره الميديكال المره اللي فاتت. هل يا ترى بعد الشكه دي جسم حضرتك في نفس النقطه يقدر يستجيب لاكشن تاني في نفس اللحظه؟ قال لك لا، لازم اعدي فتره زمنيه معينه اللي هو ايه؟ الفتره بتاع السامبلنج اللي حضرتك عليها او الفتره اللي هي ايه حصل فيها الاكشن بوتنشال اللي احنا قلنا عليه المره اللي فاتت. يحصل بولاريزيشن ودي بولاريزيشن وارجع للهايبر. الفتره دي فتره ميته في النسيج بتاع حضرتك. نفس الكلام هنا.
اول ما تحط الراجل على القياسات يقول لك انا اسف مش هقدر اديك قراءات اللي بعد ما اخلص القياس اللي انا فيه، انا مش فاضي دلوقتي، مش كده؟ الفتره دي سماها ايه؟ سامبلنج تايم او سامبلنج بيريود موجود مع حضرتك. وده اللي بيوصلنا من التحول الى الكونتينوس الى الديسكريت، ومحدش شغال بره في خطوط الانتاج الا ديسكريت فورم. ما قراءاتك اصلا غصبك، السنسور هو اللي غصبك على كده. مش ارمنت بتاع حضرتك مش هتقدر تاخدها كل تيم تو سكند. اه في حساسات سريعه تقدر تديك ريسبونس اسرع، بس في الاخر احنا ما زلنا بنقول ان الفتره الزمنيه تزيد او تقصر على حسب الايه؟ السامبلنج تايم بتاع حضرتك. يعني ايه يا عم؟ يعني المعادله اللي شكلها وحش ده هي في التايم دومين. هاخد معاه حاجه زيها بس في الديسكريت فورم عشان اقدر ابرمجها على الكمبيوتر بتاعي، صح؟ ليه عمنا بقى برضو اوصلها الحوار بشكل تاني؟ الكمبيوتر بتاع حضرتك لو عايز تعمل بيه كنترول على موت، عمنا الموتور هتاخد منه وصله على الانترفيس سيركت، تاخد اليو اس بي بتاع حضرتك. الكمبيوتر ده يقدر يتحكم في الموتور ده باستمرار ولا في زمن زمن ارسال واستقبال البيانات؟ الزمن ده اللي احنا بنسميه ايه؟ هو ده الفتره الزمنيه بتاع السامبلنج اللي احنا بنقول عليه. مش هقدر اطلع لك اوجد الا بعد مرور زمن، اديني وبعد كده خد مني. طب اديني في قد ايه وخد في قد ايه؟ يعتمد على سرعه البروسيسور بتاع حضرتك، صح؟ يعني كمبيوتر كور اي 3 غير كور اي 10، مش كده؟ هيفرق فيها يا عم؟ ما هو خلي بالك انا عايزك ما توقفش دماغك عند حته وتقول خلاص انا مش فاهم اي حاجه، لا. ما هو الكمبيوتر اليو اس بي اللي انت بتطلعه ده ياخد زمن في ارسال واستقبال البيانات الموجوده معانا. الزمن ده مهما قصر في زمن. وبالتالي الزمن اللي احنا بنتكلم عليه لازم يبقى له قيمه عشان يوصلنا الى السامبلنج بيريود اللي موجود معانا، وبالتالي اقدر اقول لك ايه؟ والله انا كل كام ثانيه هطلع لك كنترول سيجنال. فعشان كده السيستم ايه؟ بتقطع. لما يكون الكمبيوتر بتاع حضرتك بطيء هتلاقي ان الحركه بتاع الموتور اللي بره ايه؟ عمال يعمل كده، صح؟ كل ما السرعه تزيد كل ما الكنترول سيجنال راح يطلب بسرعه او الميجرمنت جات لي بسرعه، وبالتالي ايه؟ الحركه هتبقى مور سموزه شويه. مش كده؟ كل ما تسرع وتظبط الدنيا كل ما الكابل حتى بتاعك لو مهزوز، لو الكابل مش عارف قصير، لو الكابل طويل، الدنيا هتتظبط. كل ما كانت السرعه احسن كل ما زمن الايه؟ السم كبير اكن ايه؟ ما قطعتش. وصلت للكونتينوس. بس ده بيعتمد على ايه؟ على تقييم زمن السم كبير. بس تقليل سامبل الكلام ده بيعتمد على مواصفات كتير قوي في السيستم اللي حضرتك شغال بيه، سواء كارت الانترفيس، سواء الموتور بتاع حضرتك، سواء السنسور، سواء الكنترولر اللي بيوصل في الكمبيوتر. يعني ايه يا عم؟ يعني انا ممكن ما احتاجش اردوين ولا مايكرو كنترولر ولا بي سي اتحكم بده؟ قال لك اه. يعني البروسيس بتاعتي كلها ممكن اتحكم بالكمبيوتر بتاعي؟ اه. ممكن ما اشتغلش اصلا بالايه؟ بالراسبر باي. ممكن ما اشتغلش بالاردوين، ممكن ما اشتغلش بالبيك. ممكن. بس بيعتمد على ايه؟ هات لي كمبيوتر عدل بقى بوصلات مناسبه، يو اس بي وسيريال وبارلل، الحاجات انت بتشغلها في ايه؟ بتلاقي طبعا الفرق ما بين راسبير باي وما بين الكمبيوتر بتاعنا هي كلها بروسيسنج، مش كده ولا انا غلطان؟ صح؟ هي اه حته بتاع كده فتحطها، لكن احط كمبيوتر يا عم لا، ما ده الكارته كده على. فدي لها مميزات ولعيبه، بس انا اقصد ايه؟ ممكن تشتغل باللابتوب بتاع حركه وتتحكم في الموتور بتاعك من خلال ايه؟ تعرف ازاي الكونكشن ما بين اليو اس بي والانترفيس بتاع حضرتك بتنقل ايه؟ الموجود عندك. طيب المعادله الموجوده عندنا دي الثلاثه بارامتر اللي احنا بنتكلم عليهم كي بي وكي بي وكي ار. العب فيهم يا عمنا ب 10 و20 و30 وجرب على السيستم بتاع حضرتك. بايظ خليهم ب 1 2 3 ب 1 من 10 2 من 10 تراي اند ايرور. بالك اهو بيسموها بره ترايل اند ايرور، جرب واغلط. هجرب والاقي الدنيا بايظه، احاول تاني، احاول 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 لغايه ما اوصل الى الاوبتيمال بارامتر اللي المفروض توصل لي السيستم اللي انا عايزه. تعال نشوف من هنا المعادله الموجوده قدام حضرتك دي لما احطها هنا كده دي اسمها بي اوف اس، صح؟ تعالى نكتبها على السكوت. بالله عليك نكتب معايا المحاضرة دي عشان دي محاضرة تعتبر من أهم المحاضرات عندنا في المنهج كله. البي اوف اس على بتاع السيستم، والاي سي اوف اس ترانسفير فانكشن، ها؟
عملنا حاجه احنا الكلوز لوب ترانسفير فانكشن بتاع السيستم ده عباره عن ايه؟ ده سي و اس على ار. مش احنا قلنا الجي على واحد زي جي اتش؟ ها؟ فين الجي بتاعتنا؟ الجي عباره عن البي في سي صح؟ يبقى بي اوف اس سي اوف اس على واحد زائد بي اوف اس سي اوف اس. يبقى انا لو اديتك في السيستم بتاعنا الترانسفير فانكشن بتاع السيستم والترانسفير فانكشن بتاع الكنترولر تعرف تحطهم مع بعض وتطلع كلوز لوب ترانسفير فانكشن. ليه يا عم بنعمل كده؟ عشان اروح ارسم الريسبونس بتاع السيستم يا ترى بعد وضع الكنترولر الريسبونس بتاعي اتحسن ولا ما اتحسنش؟ لان انا من شويه كنت شغال بي وفي اس بس اوبن لوب صح؟ فكان شكل الريسبونس بتاع حضرتك كده. لما احط الكنترولر بقى كده اه زي الفل كده انا 100 مش عايز حاجه صح؟ طيب يبقى البي اوف اس ممكن تبقى البي لوحده او البي دي او البي اي او البي اي دي مع بعض مش كده؟ عشان كده السيستم اللي موجود ده لحضرتك اهو الواي اوف اس على الار اوف اس اللي احنا مسمينها هنا سي يبقى سي اوف اس في بي اوف اس على واحد زائد سي في بي. في مشكله؟ ده من المعدل او البلوك دايجرام ده. الكنترولر بتاع حضرتك اهو الثلاثه بلوك اللي احنا قلنا عليهم اللي كنت راسمهم لك الانفرتنج امبليفاير مع الديفرنشيتور مع الانتجريتور الموجود معانا. اليو اف اس الموجوده مع حضرتك لما تحول المعادله من فاين دومين الى اكس دومين في مشكله بتحولها؟ الكي بي في اليو اف اس ده الكي بي في تفاضل هنا الكي بي في تفاضل الايرور في عند بس نقص في يبقى اس كي بي يو اف اس ده الكي اي على اس بي اوف اس. اظبط المعادله شويه كده وربع واحد المقامات تطلع المعادله بهذا الشكل الموجود قدام حضرتك كمعادله بي اي دي كنترول في الاس ايه؟ في الاس دي. الفيزيكاليزيشن بتاع السيستم او التطبيق العملي بتاع الكلام ده بيبقوا ثلاثه بارامترز مع بعض تعمل لهم سامنج بوينت او ثلاثه بلوكس او ثلاثه موديول موجودين معانا تعمل سامنج بوينت تديك الكنترول سيجنال الموجوده معانا. تعالى الكي بي زي ما قلت لحضرتك بص كده نعمل ايه؟ نلخص بقى اللي احنا قلناه. بيريديوس الرايت سايد الكلام ده صح؟ ده الرايت سايد كان كبير صح؟ بياخد وقت كتير قوي على ما يوصل ل 90% فانا قللت صح؟ فسرعت السيستم. بيريديوس ايه؟ ها؟ بيريديوس ديفاكت سيستم ايرور مالوش علاقه بالسيستم لو السيستم فيه سيستم ايرور مالوش علاقه بالبي كنترول. عاملين الكي اي الكي اي بيعمل ايه؟ بيريديوس سيستم ايرور ممكن يحسن السيستم او يبوظ السيستم. يبقى انا ايه؟ خلي بالك الموضوع هنا محتاج حساسيه في الشغل. يعني ايه يا عمنا؟ يعني انا ممكن الموديول بتاع حضرتك ده اهو اللي احنا كنا راسمينه بالبرتي جنب الفاير مش انا محتاج دلوقتي اغير كل شويه في قيمه الار والار والار 2 وار 1؟ طب ما انا ممكن اجيب بوتنشيومتر صح؟ يبقى انا في الدايره بتاعتي اجيب ايه؟ اه عايز بوتنشيومتر ب 10 ب 2 ب 3 ب 4 ب 5 اظبط. بس ده بنقول عليه بقى فكره التيوننج صح؟ التوليفه بتاع القناه بتاع الراديو بتاع حضرتك بتاع الاف ام. بص يقول لك ايه؟ ينفع اجيبها كده مره واحده؟ عشان كده اقول لك ايه؟ لو انت شغال مع البي اي دي كنترولر ما ينفعش تطلع من 1 ل 1000. يعني انت كنت مختار اول بارامتر يظبط لك السيستم كي بي بواحد. ما عجبكش الريسبونس بص يا عم انا ايه ماليش مزاج بقى هطلع من 1 ل 1000 على طول. انت اللي انت عملته ده ايه؟ حرقت السيستم ولعته مش كده؟ يا عم ده بقول لك واحد دي فكره التيوننج دي يا حضرات انت كنت شغال بواحد بص كده واحد واحد من الف واحد واحد من 10000 ممكن تظبط الدنيا معاك. عشان كده احنا بنتكلم عن ايه؟ تراي ان ايه؟ اند ايرور. لو شغال في سيميليشن توصل لمليون مش هقول لك حاجه بس ايه؟ عمر ما السيستم هيروح من واحد الى مليون مره واحده الا اذا كان في حاجه مش مظبوطه عندك. يعني ايه واحد اه ظبط السيستم شويه بس مش عاجبك طب خليها اثنين طب خليها ثلاثه طب خليها 10 ما تروحليش ل 1000 مره واحده. عشان كده احنا بنتكلم على الكي ار بإليمينت السيستم ايرور وممكن يحسن او يبوظ السيستم على حسب القيمه اللي حضرتك بتوصل لها. الكي دي بيجريز الستابيلتي الموجود معايا بيريديوس الاوفر شوت الموجود معايا وبيحسن الترانزنت ريسبونس اللي احنا قلنا عليها. بس خلي بالك الزياده بتاع الكي بي ممكن تؤدي الى اوفر شوت والاوفر شوت ده ممكن يحتاج ان انا اشتغل معاه بالدي كنترول. السؤال بقى بتاع الانترفيو
هو ينفع اشتغل بي كنترول بس لوحده؟ ها ينفع اشتغل بي كنترولر بس لوحده؟ دي 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 بي ينفع، لكن انا بتكلم على دي. انت قلت لي ممكن اشتغل بي ودي واتش، ده ممكن تجمع الاثنين دول ماشي، تجمع الاثنين دول ماشي، تجمع الثلاثة مع بعض ماشي، لكن ينفع دي دلوقتي لوحده ولا لا؟ ليه؟ انا مش حتى لو بيصاب عصب. وفي حته ثانيه تكنيكال محتاج حضرتك تفهمها كويس. بعيدا عن اي تفاصيل بقى سواء تسريع هو الدي ده، ركز بقى معايا، الكي دي في تفاضل يجيله صح؟ بيعمل تفاضل صح؟ لو السيستم عندي، لو السيستم الموجود قدامنا، لو السيستم الموجود قدام حضرتك ده خارجه الايرور اللي طالع منه ده، بمعنى اصح السيستم وهو شغال، السيستم وهو الطبيعي ما اشتغلش لسه، في نويز لسه ما اشتغلش، فجيت توصل عليه استروسكوب او اي جهاز قياس، لقيت ان في نويز عليه بمقدار 10 سم اوميجا دي، دي نويز. حطيته على الكنترولر بتاع حضرتك عشان يظبطه، تقول لي فيه مشكله، ده الدخل بتاع الكنترولر بتاعنا اللي هو الدي كنترول بتاعنا. انا محتاج يحصل ايه؟ ركز معايا يا عم بالعلم. السيستم ما فيهوش الا نويز دلوقتي، السيستم مش شغال واقف، بس في نويز، في اشاره جت توصل على الخارج بتاع حضرتك، لقيت في ساين او 10 ساين اوميجا دي. المفروض الطبيعي ان انا اشيل النويز دي صح؟ او اقلل قيمتها، بلاش اشيلها، اقلل قيمتها. لما تخش على عمتنا دي تعمل ايه؟ 10 ساين اوميجا دي بتاع النويز بتاعتها هيحصل لها ايه؟ تفاضل. المفروض لما يحصل لها تفاضل ده كنترول، يعني المفروض يقلل تاثير المشاكل اللي فيه او في السيستم موجود عندي. تعالى كده الفاضل دي، تفاضل الساين صح؟ ها؟ العشرة موجودة معايا في تفاضل ما بداخل القوس، يعني ضربت العشرة في حاجة كمان فزودنا، ده احنا بوظنا الدنيا وطيناها أكتر، وبالتالي ما ينفعش أشتغل بيه الدي كنترولر في البداية لوحده، لأن لو السيستم فيه نويز بدل ما هيصدر قيمة النويز هي إيه؟ هيعلي. الحاجات دي ما تتقالش. تاني اتسال سؤال سبيشال كيس، بس ممكن تبقى موجوده في السيستم، كمان معظم السيستم فيها نويز، معظم السيستم فيها نويز، انا بشيلها بالكنترول بتاعي او بشيل بعمل فلتر او غيره عشان اشيل تاثير النويز الموجود مع حضرتك. ده خلاص انا بتكلم في ايه؟ في سيجنال عاديه، سيجنال عاديه يعني ايه؟ لصاين او كوزاين او غيره. ده في حاجه اسمها ايه؟ وايد جاوشن نويز. ايه وايد جاوشن نويز يا عم؟ انا بتكلم من 10 سنين اوميجا دي حلو صح؟ صاين حلو، يعني ممكن اشيلها باي حاجه. بص بقى كده اللي انا هرسمه ده، وايد جاوشن نويز هيس ده. طبعا انا لو اشتغلت مع دي كنترولر في البدايه لوحده عشان تقول لك ايه؟ حط حاجه تعدل الدنيا، حط بي كنترولر. عشان كده يقول لك ما ينفعش استخدم الدي كنترولر لوحده. طبعا في ناس قاعده محفظه الكلام بقوله، بس مش مشكله، اللهم هل بلغت، اللهم فشل، انا بعمل اللي عليا. قرار ده خارج المنهج بتاعي. ها؟ انا عن نفسي بقولها لك صراحه، ما عرفتش الكلام ده اللي بعد مثلا ما درست البي دي كنترول من 3 4 10 سنين. نويز بيتفاضل، قيمته تكبر، ما
بتقلش بوظت السيستم ما حسنتوش. فما ينفعش استخدم دي كنترولر واحد وقالهم كده في البداية مع السيستم لازم تحط له حاجة وبعد كده تزود البي دي كنترولر موجود عندنا. ينفع تستخدم البي واحد البي واحد اه لكن البي مشكلته في النويز. هو نفس المشكلة. هيوصلك ايه؟ هيوصلني ازاي؟ هو يوصلني لحد 90% 10% انا 10% انا بتكلم على رايس طيب زي ما الرايس طيب ده احتمال الجمال البي كنترول. انا لسه انا وصلت ل 90% انا قربت اوصل لكن ما كملتش لسه السيستم لسه شغال هيوصل. عمر السيستم هيوقف هنا عند ال 90 ما بيقفش. مين قال ان هو هيوقف عند 90%؟ انا بتكلم على الرايس تايم الزمن اللازم لوصول 90% يعني انا قربت اوصل للدور التاسع زي ما احنا قلنا لكن انا كده كان مكمل. بس برضه في صعب سيستم ان هو يوصل 90% ده في سيري سيتيرو يبقى احط له اي كنترول عمري ما اوصل لل 100% يبقى انا ساعتها عندي نسبه 5% موجوده معانا احط له اي كنترول عشان يظبطه. في سيستم توصل للسيستم البسيطه توصل لل 100% مفيش مشكله. ايه ما هو هيوصل 98 عندك نسبه ايرور دي كلها بالاي كنترول النسبه الصغيره دي. انا هشوف بس السيستم موجود معانا. لو عندي سيستم زي ده خليك معايا بقى عشان جزء المات لاب عشان لما تروح خلال الفتره اللي جايه قبل الجيش كده ربنا يكرمك وتجيب اي سيستم بقى وتقعد تلعب معاه زي ما انت عايز كده. السيستم اللي احنا طلعناه قبل كده كان معدته بالشكل ده. عايزين ناخد الكلام ده ونحطه على المات لاب عشان نشوف نطبق عمنا البي اي دي ازاي. السيستم هو بعد ما اداك القيم الموجوده مع حضرتك اللي انت ممكن تغيرها 1 كيلو جرام والفيسكوس فريكشن كان ب 10 نيوتن سكند برميتر والكي كان ب 20 نيوتن برميتر. اخذنا المعادله دي دخلناها في المات لاب وعايزين نعمل لها بي اي دي كنترول. الكام سلايد الموجودين عندنا دول هنكمل فيهم ايه تاثير البي ايه تاثير البي اي ايه تاثير البي دي ايه تاثير البي اي دي. من هنا على المات لاب ده اللي احنا كنا عملناه قبل كده صح؟ بتدخل معاملات المصري والمقام اللي هو الان بواحد المقام بواحد 10 20 برسمه بالسيستم عشان يطلع شكل الريسبونس الموجود مع حضرتك بهذا الشكل. انت بتقول له ايه؟ بتقول له يا عمنا عايز السيستم يوصل لواحد. ركز معايا الكلمتين اللي احنا هنقولهم دول هيلخصوا من اول مساله الموديلنج لغايه النهارده. الراجل ده لما رسمت له الستيب ريسبونس اللي انت عايز يوصل لواحد هنا عشان ستيب لقيت عمنا ده كده وصل كده اقصى قيمه هنا بكام؟ ب 5%. انا عايز يوصل لواحد ايرو بكام؟ ب 95%. طب ده نعمل فيه ايه يا عمنا؟ سيستم زي الزفت بطيء هنجرب معاه واحدة واحدة لغاية ما نشوف الدنيا هتمشي معاه ازاي. زي ما قلت لك ما تروحش سيستم زي ده بتقول لي والله في سيري سيت ايرور. اروح اجرب معاه اي؟ ينفع تجرب معاه اي مباشرة بس احنا ايه؟ هنبدا بالبي بس مجاز البي يعدله انا ما اعرفش. في دي؟ حط الدي مش مشكلة ونشوف التأثير بتاعه. عشان كده احنا كنا بنقول ان احنا لو حضرتك فاكر لو حسبنا الدي سي جين لو حسبنا الدي سي جيم بتاعنا هيطلع بكام؟ الدي سي جيم بيطلع بكام؟ ب 5% اللي هو اقصى قيمه يوصل لها الاوتبوت الموجود مع حضرتك ده. اللي احنا عملناه هو الدي سي جيم اوف جي يطلع ب 5%. الراجل ده بيقول لك ايه؟ ان عندي السي سي كيرو مقداره 95% وبالتالي الزمن اللازم للوصول للقيمه اللي احنا بنتكلم عنها 90% اللي احنا بنتكلم عنها اهو الرايس تايم بكام؟ يوصل بعد 1.5 سكند. ممكن 1.5 سكند دي في بعض السيستم تبقى ايه؟ حاجه يعني كبيره قوي. ده انا عايزه في 1 ملي سكند يكون وافر. برضه القصه ايه؟ متعبه. عشان كده هنبدا ب البروبوشنال كنترول يا عم مؤمن. بلاش تضحك عشان بعد كده لما تطلع خطوط انتاج هتضحك على نفسك بعد كده.
قول يا ريت البروبوشنال كنترول اللي موجود معانا هجيب الديفرنس ما بين الريفرنس بتاعي ما بين الاكشوال عشان اعمل السيستم بالشكل ده كده القدره في ايه كي بي بس يبقى يو اوف تي موجوده مع حضرتك او يو اوف اس تساوي كي بي في يو اوف اس الموجوده معانا لما تحط المعادله الموجوده معانا دي تطلع السي اوف اس الموجوده معانا تطلع ايه بالكي بي او الكنترولر بتاعي المعادله بتاعته كده هات الواي اوف اس على او الاكس اوف اس على الاف اوف اس الكبيره اللي السي في البي اللي احنا كنا كاتبينها من شويه اهي فين احنا كنا كاتبينها فين؟ شلناها هنا هنحط الكلام ده السي اوف اس اصبحت بالكي بي وتضرب الكلام ده في المعادله الاساسيه بتاعتك تطلع المعادله بهذا الشكل صح؟ هات الجي على واحد زي جي اتش اللي احنا قلنا عليها يطلع الكنترولر بتاع حضرتك اهو ده الكود بتاع المكتب يقول ايه الراجل ده؟ انا اختار الكي بي هنا ب 500 باي تراي اند اير واشوف ايه اللي هيحصل. السي بتاعي هقول بي اي دي اوف اي دي من عندي الكنترول بتاعي اسمه ايه؟ بي اي دي بس في فانكشن اسمها في الماتلاب اسمها بي اي دي لما تحط الكي بي بس يعرف ان هو بي كنترول. بعد شويه هحط له بي دي وبي اي بي اي دي. الترانسفير فانكشن بتاع حضرتك اللي احنا دخلناه هيعمل فيدباك هو ما بين السي والبي بس سي في البي موجوده معايا. هبدا اخد زمن ارسم الستيب بتاعي لما نشغل الستيب بص كده ده مين؟ ده الكلوز دروب اللي احنا كنا راسمينه كبلوك دايجرام كبير كده الكنترولر مع انا قلت لك ايه؟ قلت لك بعد ما ترسم البي اوف اس مع السي اوف اس بتاع الكنترولر وترسم الكلوز دروب دي كده وتجيب الواحد على الواحد زي جي اتش يبقى انت بترسم العلاقه دي وما بين دي ودي صح؟ يبقى بشوف شكل الريسبونس الجديد بعد ايه؟ وضع الكنترولر الموجود عنده هو ده اللي هو عامله هنا ده رأيك في الكنترول ده؟ وصلنا للواحد فعلا بعد ما كنا عند 5% بس الدنيا ناقصة مش كده؟ يبقى انا محتاج اعمل ايه؟ اخلي ال 500 زي ما بقول لك هنا انكريز اللي هو الرشوت اللي موجود معايا قللت السي سي كيور اللي موجود عندي لان احنا ما بنشوفوش وبالتالي اصبح دلوقتي في مشكله جديده ظهرت عندي بالبي اي دي كنترول بالبي كنترول اللي احنا حطيناه طب ال 500 اللي انت بتقول عليها انت مش ممكن اعملها ب 200 اعملها ب 100 ما جايش كده انت حاسس الدنيا وما بوظش الدنيا كده يبقى انا ايه عشان كده بقول لك ابدا بحاجه صغيره وجرب وزود زود زود لغايه ما توصل حاسب انا كده كفايه قوي دي كلها فانكشن في المكتب عشان كده انا هحطه لك زي ما هو هو كل اللي اتغير عندنا ايه السيستم معدل السيستم ده والبرامج اللي انت بتختار ب 500 ب 200 ب 300 حسب ما انت عايز لكن كل الباقي ده ثابت التايم برضه محور التايم ده عايز تكبره وتصغره براحتك هنا برضه من 0 برضه 2 فاصل 1 من 100 ممكن تخليه 1 لغايه 10 على حسب بقى انت فاضل تشغيل بتاع السيستم بتاعك عشان كده قلنا ايه؟ البي كنترول موجود معانا في سي سي ايرور ولكن الريسبونس عايزين نقلله خليه 1000 اعمل نفس الكلام تاني ده الدنيا بتبوظ يبقى انا كل ما اعلي الدنيا ايه؟ يبقى انا محتاج ان انا العب القيمه اللي ورانا بص دي ها حلوه بس مش حلوه قوي ممكن اخليها ب 70 ممكن اخليها ب 80 ممكن اخليها ب 50 عشان كده بقول تراي اند اير موجود مع حضرتك يبقى انا اديتك ال 500 اديتك ال 1000 اديتك الايه؟ يبقى اللعب هنا حساسيه ايدك على البرامتر اللي حضرتك ايه؟ بتختار وبتعمل طب في اوفر شوت يا عم حتى لو قللت لغايه 50 ولغايه 10 في اوفر شوت دلوقتي ظهر معايا عشان يقول لك ايه؟ حط البي دي كنترولر المعادله اصبحت ايه؟ السي بتاعتي ما عادش كده فاصبحت كي بي في الاي زائد الكي بي في الايه؟ في تفاضل الايرور الموجود معانا. المعادله دي كي بي في اوف اس زائد كي بي في اس اي اوف اس مش كده؟ يبقى كي بي زائد الكي بي في ايه؟ في اس دي الترانسفير فانكشن بتاعتي بتاع الكنترولر صح ولا ايه؟ ها؟ لما اقول اليو اف اس موجوده معايا على اليو اف اس عشان بس لما تظهر معايا هنا لما احط هنا بريفت اهو احولها تصبح التوصيل فانكشن اليو اف اس على اليو اف اس تساوي كي بي زائد كي دي ايه؟ كي دي اس احط الكلام ده مع التوتال ترانسفير فانكشن كبيره الموجوده معايا يصبح السيستم بهذا الشكل اللي هو الجي المعادله اللي احنا طلعناها دي هتضربها في البي تقسمها على واحد زائد السي في البي موجوده معانا تطلع على السي في بي على واحد زي السي في بي موجوده معانا تطلع المعادله دي محتاجه بس حرف البي تقعد ايه اعملها ده
بعد ما تعمل الكلام ده على الماتلاب اختار انا الكي بي 500 والكي دي ب 10 وعايزك تلاحظ الفرق في الحته بتاع الاوفر شوت. هات البرنامج الكي بي 500 اللي كاتبينها زود هنا الكي دي ب 10 تمام. بص كده المعادله على الفانكشن بتاع الدي اي دي زود ايه هنا كنا كاتبين شويه كي بي منهم قوسين بس كتبت كي بي وزير و كي دي فالكي اي هنا بكام بالظبط. الترانسفير فانكشن بتاع حضرتك واعمل الفيدباك طبعا البرنامج بيعمله على طول المتلب بيعمله بس انت ايه عشان تتاكد الستيب ده اطلع اشوف شكل الستيب ده مين دي كي بي 500 خلي بالك اللي كانت طالعه من شويه ارجع اعطيها بقى شويه معلش تاني شايف دي؟ كانت عامله ازاي؟ شكلها وحش كي بي 500 اهي شوف احنا لما حطينا لها كي دي ب 10 عملت ايه في السيستم بتاعي؟ اه لما الكي دي 500 برضه والكي دي ب 10 موجودين معايا اهو طلع شكل الريسبونس ده احسن. لو حبيت تعدله احسن خلاه ب 20 خلاه ب 15 خلاه ب 12 تقدر يا سيدي ماشي. انا بقول لك لو فرض ان انت خلاص صحيت الكي بي انا بقول لك عن لاس الريسبونس شوف الكي دي عمل ايه في الاوفر شوت عشان انا بوضح لحضرتك هنا ايه تاثير الكي دي بس بثبات الكي بي تمام. طيب لو احنا حبينا نغير يبقى الدريفر بترم الموجود مع حضرتك ده بيشيل الاوفر شوت الموجود معاه او الفريشن الموجود معاه. لو حبينا بقى في ستيل سيت ايرور نحط الانتجر والترم الموجود عندنا بي اي طب انا هقول بي واي بس عشان نشوف ايه اللي هيحصل. هعمل نفس الكلام المعادله بتاعتي اهي احطها كروس لوب اجمع الاثنين مع بعض عشان اوصل للسيستم الموجود عندي تصبح المعادله في النهايه بهذا الشكل. اختار بي بي 30 كي اي ب 70 واحد تاني ب 10 جرب زي ما انت عايز لكن في الاخر تبص تلاقي شكل ريسبونس اه كي بي ب 10 ب 30 كي اي ب 70 البي اي دي حط كي بي وكي اي بس عشان يبقى بي اي دي كنترول بي اي كنترول الترانسفير فانكشن بتاع حضرتك واعمل شكل ريسبونس. سيستم ايه؟ ها؟ حلو بس مشكلته ايه؟ بطيء شويه. طب ما نسرعه نخلي ال 30 دي تبقى ب 100 خلاها ب 500 بس خلاها ب 500 ممكن توصلنا لاوفر شوت يبقى محتاجين البي اي دي تمام؟ طيب من هنا بيقول ان الانتجرال ديرم بيشيل الستيل ستيت ايرور الموجود معانا بيحسن بشكل ريسبونس الموجود معانا لكن ممكن يبقى يزود السيت تايم الموجود عندي السيستم اصبح اكثر بطئا. بص كده البي اي لما عملناه 200 ها بدل ما كانت ب 70 انا هنا برضه احرج ايه؟ الفرق ما بين القيم اللي المفروض حضرتك تاخد اي سيستم في الدنيا وتجرب عليه نفس البرامج او الاوامر اللي احنا بنتكلم عليها. هنحط البي اي دي بقى عشان نشوف شكل الريسبونس لما نجمع الثلاثه مع بعض. تصبح المعادله التوتال بالشكل ده الديريفيتيف بتاعها هيبقى اصعب الثلاثه مع بعض اهو تطلع على البلان البلان دي اللي هي التوتال ترانسفير فانكشن موجوده معانا تطلع نص المعادله كبيره قوي. هو الماتلاب بيعملها لنا مباشره كده تمام. بس اهم حاجه خلي بالك معادله البي اي دي اللي فوق الموجوده معانا تخش مع البي كنترول مع معادله البلاند وتبدا تجيب التوتال ترانسفير فانكشن اكس اوف اس على اوف اوف اس اللي هو خارج الماس سترينج نمبر على الفورس اللي حضرتك بايه بتبدا تطبقه. لما تدخل الكلام ده على الماتلاب كي بي 500 كي اي 400 كي دي 50 طلعت البي اي دي كي بي وكي اي وكي دي تمام. الترانسفير فانكشن بتاعتنا العاديه هعمل فيدباك هاخد زمن او محور الزمن بتاعي ارسم الستيب شوف شكل الريسبونس زي الفل ازاي. ممكن واحد تاني يقول لي لا ده وحش انا عايز احسنه حسن. هو في ناس كده هو مش عاجبه ممكن يكون سيستم سريع ممكن سيستم بطيء براحتك. طبعا عشان اوصل انا بقى من 500 و 450 توصلني للسيستم ده مش انت التوليفه دي مش هتجيبها بسرعه بتاخد ايه؟ تاخد وقت. طيب احنا هنا عشان انا كل اللي عملته انا بشتغل بايدي انا جبت ترانسفير وديت على المتلب وانا عارف انا بقى الكلام ده انا بعمله ولا في الامتحان يعني؟ لسه بس اصبر احنا كده دلوقتي بس من ماهد يعني ايه بي اي دي احنا عندنا محاضره المحاضره الجايه حاجه كده. طيب من هنا احنا خلاص قربنا نخلص بس ايه لازم نقفل القفله دي عشان نقول ان كنترولر حضرات
من اهم الكنترولر الموجوده في السوق حتى لو حضرتك مش شايفها في الواقع الموجود حاليا. في اللو ليفل هتلاقيها لكن هي البيزكس بتاع حتى الفاز كنترول. يعني الفاز كنترول عشان بس اوضح لحضرتك في الترم اللي جاي هناخد فاز كنترول مع بعض. اساسنا الحاجه دي. فانت كراجل بروجرامر بره او راجل بتاع كنترول بره او راجل مهندس بره وشغال في خطوط انتاج او في عربيات او في تكييف او في غيره، في الاخر انت بتشتغل بانتليجنت كنترول لكن هو اساسه كان بيقعد. والكلام ده المعلومه دي خليها في دماغك كده لغايه ما اقول لك الفازي كنترول الترم اللي جاي ان شاء الله اذا كان في عمر يعني وفي نصيب ان انا اشتغل معاك فيه، هتعرف ان الاصل هو البي اي لان الفازي بيتعمل بي اي دي لايك زيه بالظبط. هو بياخد نسخه منه يحطه بي اي. انت ممكن وانت بتبرمج انت مش شايف التفاصيل اللي تحت دي، عشان كده بس ايه اوضح لحضرتك ان ايه حتى لو شغال ارتفيشال انتليجنس او انتليجنت كنترول او نيورال او غيره اساسنا البي اي. طيب من هنا الابلكيشن بقى في كل السوق اللي موجود مع حضرتك اللي هي كلام نظري موجود حتى في البي ال سي. يعني بي ال سي عامه مش مجرد انبوت واوتبوت وتكات طاحه، لا انت ممكن جوه البي ال سي نفسه ممكن جوه البي ال سي نفسه تعمل الجوريزم اسمه بي اي دي كنترول. ممكن جوه البي ال سي نفسه ركز يا عم ممكن تعمل فاز كنترول. ممكن جوه البي ال سي نفسه تعمل نيورال نتورك. المعلومه اللي قلتها السنه اللي فاتت معرفش حد منكم سمعها ولا لا، البي ال سي هو تول وليس كنترولر. البي ال سي هو تول اداه جهاز حته حديده من غير البرمجه من جوه انت بتحط عليها البريزم، فهو ليس كنترولر. احنا بنسميه بروجرامبل لوجيك كنترولر عشان بس ايه هو مسمى نقول علم مش علمي نقول ايه عملي او ايه متوافق عليه ما بين الناس حتى احنا بنسميه كده. لكن هو عباره عن حته حديده من بره صح؟ انبوتس واوتس. اللي جوه هنا في البروسيسنج جوه هو الالجوريزم بتاعنا البي اي دي او الفازي او النورال او النورال. حد سأل سؤال قبل كده؟ ان البي سي تول ولا كنترول؟ لا هو ليس كنترول بس هو تول. المايكرو كنترول تول صح؟ غير حته الحديده دي اللي انت ماسكها دي مش هتشتغل مش كده؟ فهي حاجه بتساعدك على تصميم او تنفيذ الكنترول الجوريزم بتاعك. لكن كل ما هو الجوريزم معادله البي دي كنترول الون اوف كنترول. انت في الاخر في البي بي سي ممكن تشتغل الون اوف كنترول، خلي بالك ده احد انواع الكنترول. انت في المواتير شغل موتور وقف موتور يديله اشاره او ما تديلوش اشاره ده اون اوف كنترول احد انواع الكنترول. البي اي دي الجوريزم كنترول. الفازل النيورال الجيناتيك الجوريزم البارتكل سوار دي كلها الجوريزمز تقدر تشتغل فيها في الكنترول موجود معاك. طبعا بقى بالاضافه للنانيا كنترول والاوبتيمال كنترول والروبست كنترول. قصه كبيره قوي في قصه الكنترول دي، يعني الموضوع مش بي اي دي وبس، لكن دي كلها البريس معادلات رياضيه تقدر تحطها في شكل برمجه او تبرمجها تحطها جوه البي ال سي او الماكرو بتاعك تطلع بيها الايه؟ الكنترول سيجنال اللي موجوده عندنا. طبعا هناك ليميتيشن على البي اي دي كنترول ان هو ما ينفعش يشتغل مع كل السيستم وخصوصا السيستم اللي ملهاش موديل. احنا دلوقتي عشان نوصل للبي اي دي كنترول الثلاثة برامتر دول محتاجين موديل الفي او اس اللي احنا بنتكلم عليه. عشان تقول لي والله ده الفي بي ده هتنفع ب 10 و 20 و 30 لكن لو ما عنديش موديل صحيح. عشان كده في الكلاسيكال كنترول اخطر مرحله من مراحل الكنترول هي مرحله المودلنج. ما المودلنج لو مش صح كل اللي جاي وراه مش صح. كده؟ لذلك ايه؟ في ناس شغاله بس مودلنج بس هو مهمته ان هو يمودل السيستم. وبالتالي ملخصه عشان نبقى لخصنا حوار الكنترول بتاعنا اللي احنا وقعنا بقى لنا سنه فيه ده ولا سنتين. هو احنا ليه اصلا الناس سابت البي اي دي والقرف ده وراحوا للارتفيشال انتليجنس؟ حاجه كده بعيد بقى عن المنهج بتاعنا. ليه؟ هو انا عشان اتعامل معاك بتعامل معاك ازاي؟ لازم اقعد في بيته عشان اتعامل معاك؟ لا مش لازم اعرف تفاصيل حياتك كلها، مش عارف مش لازم اعرف ايه اللي جوه مش كده؟
انا مجرد بس اقعد معاك 3 4 ايام كده هنا في المعهد خلاص انا عرفت اسامه ده بتعمل ازاي مش كده. فبدات اكون ايه عنه فكره بتعصب امتى وبيبقى مبسوط امتى حلو امتى ووحش امتى زعلان امتى وفرحان امتى مش شويه الاكسبيرينس اللي بره دي ببدا اتعامل وكان عملت مودري فمش محتاج اكتر من كده صح. وبالتالي لما اجي اتعامل معاك ككنترول بتعامل معاك من هذا الايه من هذا المنطلق ومن هذا المبدا ماليش اي علاقه بالتفاصيل الداخليه او التفاصيل الشخصيه شكل عام ازاي تكوينك انت مجرد ماليش علاقه حلو وحش مش علاقه انا اهم حاجه ايه الظاهر عندي. عشان كده اقول لك ايه ان الارتفيشال انتليجنس عموما سواء نيورال او فازي او غيره بتعامل مع خبره مع السيستم الموجود معاك. يعني يا عم عندي موتور اهو الموتور ده ما اعرفش عنه اي معلومات بس انا عارف ان هو بيسخن بعد نص ساعه مش كده خلاص خبرتي معايا بقى لي 10 سنين شغال معاه الموتور ده بيسخن بعد نص ساعه اعمل ايه يحط له حاجه تبرده يا اما افصله شويه مش كده يقول لك والله السخان ده عايز يتصل بعد مش عارف ايه التكييف ده عايز يشتغل ساعتين هو مش كده ده جاي منين خبرتي ووجودي معاك. عشان كده اقول لك ايه ان السيستم ارتفيشال دي سموها اكسبيرتس نظم خبيره. خبيره عن ايه؟ خبيره بعمل النظام اللي هي شغاله معاه او بتعمل كنترول على الاي. لذلك احنا عندنا قصه كبيره الترم اللي جاي اسمها ارتفيشال انتليجنس بخصوصا موضوع الفازي كنترول. طيب قبل ما حضرتك تمشي احنا كده خلصنا البي اي دي؟ لا. الكي بي والكي بي والكي اي اللي انت عمال تقول لي هتفرهم بتراي اند ايرور ده انا كده ممكن اقعد مع سيستم زي ما قلت لحضرتك من شويه سنه. ايه بقى؟ هعمل ايه؟ مفيش حاجه كده على السخان؟ مفيش حاجه كده في اللذيذ بسرعه عشان نخلص؟ قال لك لا. انا ممكن اعمل اوبتمايزيشن تكنيك. يعني ايه اوبتمايزيشن؟ المحاوله الى الوصول الى الاوبتيمال بارامتر دول اللي ينفعوا مع السيستم دوت. ازاي يا عم؟ قال لك في واحد اسمه زيجلر ونيكول ده هنتكلم عليه المحاضره اللي جايه بيقدر يعمل لنا القصه دي. ادانا جدول كده قال لك ايه؟ اسلي بس هات لي بعض القياسات من السيستم كده ومنها اقول لك احسن ثلاثه بارامتر يشتغلوا مع السيستم ده مين؟ مره واحده. جاهز. طب يا عم زيجلر ونيكول ده حاجه قديمه قوي ده من ايام الاكسول زي ما بنقول. في حاجه جديده؟ قال لك اه. شغل العقل بقى. شغل مين؟ شغل الاوبتمايزيشن تكنيك اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الايه؟ الحاجات الجديده بقى اسمع مني الكلمه دي وخدها كده ايه؟ هتنفعك في اي حاجه. حاجه اسمها بارتكل سوارم. بارتكل سوارم. بارتكل سوارم. معلش استحملني الناس اللي زعلانه مني. بس ممكن ما تسمعش الكلام ده تاني. جيناتيك الجوريزم. يعني ايه سوارم؟ هقول لك والله اسمع. في حاجه اسمها اند كونومي هي عامل الحاجات العرب ده جمال اللي عايزين يشتغلوا في الماشين ليرنينج. ماشين ليرنينج اهو ده كله حاجه اسمها ماشين ليرنينج حاسبات صحيح. بس ايه مطلب السوارم؟ السوارم ده يعني ايه؟ ها شفت الطير اللي بيبقى ماشي ابو جردان بيبقى ماشي مع بعضه ده صف كده بيسموه ايه؟ ها سرب. اسراب الحمام. هي الحمام ده ماشي ورا بعضه ازاي؟ هو واحد ليدر وخد الباقي وراه صح؟ النمل مملكه النمله ديت لما راحوا جابوا الاكل جابوه ازاي؟ هي واحده طلعت قالت في اكل اهو تعالوا يا جدعان هنجيب الاكل منين؟ صح؟ شايف طريقه المخ وطريقه التفكير؟ الناس خدت طريقه التفكير دي وحاولوا يطبقوه على ازاي يختار الثلاثه بارامتر دول. الجينيتيك انا لو عايز اجيب عيل اخضر عينيه خضراء ووشه اصفر ومش عارف هو اجيبه ازاي؟ فاكر الوراثه بتاع الاحياء بتاع الثانويه عامه؟ يقول لك مش عارف هات واحد ايه وعلى واحد ايه حطهم مع بعض يطلعوا لك مش عارف ايه. نفس السيكونس. ما انا عايز اطلع دول برضه. ازاي التوليفه دي اطلعها؟ دي توليفه؟ هو مين قال ان ال 30 وال 50 وال 70 اللي احنا بنتكلم عليهم دول ينفعوا مع بعض؟ خلي بالك ده انت ممكن زي ما قلت لك تقعد سنه في سيستم واحد. اجرب ده انا هموت انا كده في المصنع ومش هطلع بره. مصنع المصنع قافل. يبقى انا عشان اطلع التوليفه من الثلاثه دول قال لك ممكن استخدم واحده من ايه؟ من طرق تفكير الممالك الحيه الموجوده قدام حضرتك سواء مملكه النمل او مملكه النحل او اسراب الحمام الموجوده معانا او شغل الكروموسومات في الدم. ما ده كله يا عم الحاج هو ده اللي الناس اشتغلت عليه عشان تطلع لك ايه؟ تطلع لك الاوبتيمال بارامتر بتاع
اي كنترول. خلي بالك انا بتكلم على اوبتمايزيشن تكنيك مش للبي اي دي بس، لاي كنترولر فيه بارامترز. الموضوع كبير انا عارف وناس مستصعباه، بس انا بفهم ان حضرتك مجال فممكن ان انت تضطر ان انت تفكر فيه او تشتغل فيه في بعض الالجوريزم. خلي بالك انا بتكلم على واحده او ثلاثه من الاف. بس الفكره الاساسيه ايه؟ فكره النمله راحت جابت الاكل وسرد النمل ماشي وراها ازاي ورجعوا تاني خدوا الطريق العكس ازاي؟ يا ترى همشي على نفس الطريق ولا رجعوا من طريق تاني؟ ده بقى يا جماعه اللي ايه؟ يا جماعه بتقول الحقيقه اللي بيفيدونا بالكلام ده والجماعه اللي هم شغالين في القصص دي ايه؟ بيفيدونا بالكلام ده. لكن في الاخر هو ده نهايه وده شغل دماغ بقى كروموسومات واكس وواي والحاجات دي؟ لا يا عم الجماعه بتوع الماتلاب جهزوا لك حاجات ثابته كده. بارتكلس وار جينيتيك الجوريزم حطه دخل الحاجات بتاعت البي اي دي بتاعتك حطهم مع بعض طلع لك الاوبتيمال برامتر. يبقى انا هاخد ايه؟ في الاخر حضرتك دي ممكن الخصها في لايبراري. انت تجيبها في الاردوين. يبقى هتروح تجيب واحد شغال بارتكلس وار موجود الكلام على فكره مباشر سوفت كوبي او اوبن سورس موجود معايا. هجيب البارتكلس وار من الجوريزم هو كود في الماتلاب احطه معاه البي اي دي بتاعي اشيل بس الحاجات اللي هو حاططها اقول لك حط هنا وحط هنا حط له ثلاثه بارامترز بتوعه اعمل يا عم جمعهم اعمل ران طلع لك افضل ثلاثه بارامتر بتوعي. الفكره كلها قايمه على سيرش سبيس. سيرش سبيس يعني ايه؟ انت عايز تدور دلوقتي من الناس ال 50 واحد اللي قاعدين قدامي على افضل ثلاثه موجودين عندي افضل كي دي وكي اي وكي دي صح؟ اروح ايه؟ اجرب اجيب احمد ومحمد ومحمود اشغلهم مع السيستم بتاعي طلعت الدنيا حلوه لا بايظه ارجع ادور تاني واخد ايه؟ زي نظام ايه؟ نظام القرعه. هي الفكره كلها ايه على كده؟ لكن ايه؟ بختك يا وحيد كده؟ بتعتمد بقى السرعه هنا سرعه الوصول للبارامترز دي افضل او احسن ثلاثه بارامترز موجود عندي على السيرش سبيس بتاعي كل ما قللت كل ما كان ايه؟ كل ما كان افضل يعني لما ادور ما بين 10 لما ادور ما بين 1000 لما ادور ما بين ايه؟ مليون كل ما كان ايه؟ العدد اقل كل ما كان ايه؟ احسن موجود معانا ان شاء الله المحاضره الجايه هنتكلم على ازاي نعمل تيونينج. المحاضره اللي بعديها ان شاء الله اذا كان فيها عمر خلي بالك بقى لو سمحت ركز معايا. دي واحده معلش. المحاضره الجايه بتاعت تيونينج دي سهله بزيجلر ونقول الجدول زي ما قلت لك وهقول لك اشتغل ازاي. اتمنى بالله عليك. المحاضرة الأخيرة إذا كان في عمر الجاية اللي بعديها أنا هتكلم فيها على تحويل المعادلة ده إلى الديسكريت فورم عشان تبقى جاهزة لحضرتك تبرمجها على الأردوينو أو على أحمد أو على محمد أو على عبد السلام عشان تشتغل مع أي سيستم في الدنيا. واللي منها أحول المعادلة اللي ملهاش لازمة الواحد على إس تربيع زي 3 إس زائد مش عارف كام اللي إحنا وقعنا معنا بقى طول السنة الى ديسكريت فورم عشان لو مش عايز تبرمج بالماتلاب وعايز تبرمج بالسي. يعني يا عم تعمل عمنا كده كله من اول السيستم بتاع حضرتك لغايه الكنترول بالسي بلس بلس او باحمد او بمحمد لغه برمجه. فلو سمحت لو بتحاول تفكر تغيب المحاضره الثالثه اللي بعد الجايه بقدر المستطاع ما تغيبهاش. لو فرض ان الامتحان قذفت علينا وما خلصناش هاخد محاضره زياده وهتاخدها غصب عنك بمزاجك هتاخدها. حتى لو مش همتحن عمل المحاضرة بتاعة الديسكريتيزيشن دي بالنسبة لي مهمة. واضح؟ واضح؟ الكلمتين اللي انا قلتهم دول متسجلين في الفيديو